هذه أبرز العناوين مدرب الجابون أرشح المغرب لتصدر مجموعتنا والمنافسة على اللقب في كأس أمم إفريقيا المقبلة عجل الكاف يفاجئ أن سزنيتي بهذه الخطوة بعد الإقصاء في كأس العرب الكونغو تعتذر عن مواجهة الأسود قبل الكان والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل وباش تكون اول واحد كيتوصل بجديد الاخبار العالميه والمغربيه المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس مدرب الغابون ارشح المغرب لتصدر مجموعتنا والمنافسه على اللقب في كاس امم افريقيا المقبله قال مدرب منتخب الغابون باتريس نوفو إن الفهود وقعوا في إحدى أصعب المجموعات بكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 وكشف عن ترشيحاته وتوقعاته للمسابقة التي ستقام في الفترة ما بين التاسع من يناير والسادس من فبراير من العام المقبل وينافس المنتخب الغابوني في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات المغرب وغانا وجزر القمر، واستهل الفرنسي مقابلته مع موقع سبورت نيوز أفريكا قائلا: وقعنا في احدى اصعب المجموعات بكأس امم افريقيا، لكن هذا لن يمنعنا من ان نطمح للعبور الى الدور الثاني، المغرب من افضل المنتخبات الافريقية حاليا، انه يسجل اهدافا كثيرة وبالنسبة لي هو المرشح لتصدر المجموعة والمنافسة على اللقب. ووصل، غانا منتخب جيد أيضا، أما بالنسبة لجزر القمر، فتأهلهم إلى كأس أمم إفريقيا لم يأتي بالصدفة، ثم اختتم حديثه قائلا: سنلعب مباراتنا الأولى ضد جزر القمر، ومن الواضح أنها الأهم، لكن لا داعي للضغط على أنفسنا، حتى مواجهة المغرب وغانا ستكون على نفس القدر من الأهمية. عاجل الكاف يفاجئ أنس زنيسي بهذه الخطوة بعد الإقصاء في كأس العرب. عمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الى استحضار اللحظات القويه التي بصم عليها انس زنيتي حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي في مسابقه كاس الاتحاد الافريقي، وقام الجهاز المذكور بنشر فيديو يتضمن ابرز التدخلات للحارس زنيتي عبر الصفحه الرسميه لمسابقتي عصبه الابطال وكاس الكاف على الفيسبوك، وتمكن زنيتي من قياده فريق الرجاء الرياضي الى الفوز بالنسخه الماضيه من كاس الكاف ويعد زنيتي من بين حراس المرمى المميزين في البطوله الوطنيه الاحترافيه لكره القدم الامر الذي جعل وحيد خلال زيتش يوجه الدعوه اليه للمشاركه في مباريات الاسود الكونغو تعتذر عن مواجهه الاسود قبل الكان اعتذر منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة القدم عن مواجهة المنتخب الوطني في الواحد والثلاثون من دجنبر الحالي استعدادا لكأس إفريقيا للأمم التي تستضيفها الكاميرون في يناير وفبراير المقبلين وكشف مصدر جامعي مسؤول أن الأرجنتيني هكتور كوبر مدرب المنتخب الكونغولي فضل تنظيم تجمع إعدادي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين السابع والعشرون من دجنبر الحالي والسابع من يناير المقبل مع برمجة مباراتين وديتين الأولى ضد بوركينا فاسو في الثالث من يناير والثانية ضد أحد الأندية الإماراتية في الخامس من يناير وذلك قبل شد الرحال إلى الكاميرون في السابع من الشهر المقبل ويسعى خليل زيتش لإجراء مباراة ودية للمنتخب الوطني قبل السفر إلى الكاميرون للمشاركة في كأس أمم إفريقيا ويجري الحديث عن إمكانية تأجيل أو إلغاء النسخة الحالية من كأس إفريقيا حسب ما تتداوله الصحافة المصرية القريبة من مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إذ يرجح أن يكون مسؤولون مصريون في الكاف قد سربوا الخبر للصحافة المصرية التي تتحدث بقوة عن إمكانية تأجيل أو إلغاء الكان. بعد تسجيل الزلزول والنصير والحدادي، الليغا تشيد بتألق الآلة التهديفية المغربية. نوهت الصفحه الرسميه للدوري الاسباني لكره القدم بتالق المهاجمين المغاربه في الليغا هذا الموسم عبر منشور ارفقته بتحليق الماكينه التهديفيه المغربيه تواصل تالقها واحتفت صفحه الليغا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بافتتاح عبد الصمد الزلزولي سجل اهدافه مع فريق برشلونه يوم امس والتحاقه بركب اللاعبين المغاربه الذين سجلوا في الدوري الاسباني هذا الموسم ويتعلق الامر بيوسف ومنير الحدادي وسجل نصيري الغائب عن نادي إشبيلية منذ فترة بسبب تبعات الإصابة التي كان قد تعرض لها في وقت سابق. سجل ثلاثة أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم مقابل هدف وحيد لزميله في الفريق منير الحدادي. وافتتح زازولي يوم الأحد رصيده الشخصي من الأهداف مع ناديه برشلونة بتسجيله في مرمى أوساسونا في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثلهما. وكيل امرابط يجتمع مع اداره فيورنتينا واللاعب يقترب من وجهه جديده يقترب الدولي والمغربي سفيان امرابط متوسط ميدان فيورنتينا الايطالي من الانتقال الى وجهه جديده خلال الميركاتو الشتوي القادم وكشفت تقارير اعلاميه ايطاليه ان وكيل اعمال اللاعب عقد اجتماعا مع اداره فيورنتينا وذلك للتبوح حول وضعيه اللاعب ومدى امكانيه خروجه في الميركاتو القادم وحسب نفس المصادر فإن اللاعب اقترب بشكل كبير من مغادرة فيورنتينا في الميركاتو الشتوي خاصة وأنه يحظى باهتمام كبير من طرف نادي تورينو الذي يريد ضم اللاعب إلى صفوفه شهر يناير القادم <applause> الزلزولي الأفضل في لقاء برشلونة وأساسونا في الليغا بأعلى تنقيط حصل الدولي المغربي الواعد عبد الصمد الزازولي لاعب نادي برشلونه الاسباني لكرة القدم على اعلى تنقيط خلال المباراة التي جمعت فريقه بمضيف اوساسونا يوم الاحد لحساب الجولة السابعة عشر من منافسات الدورة الإسباني واختارت صحيفة سبورت عبد الصمد الزازولي أفضل لاعب خلال مواجهة يوم الأحد بعد الأداء الكبير الذي ظهر به خلال المباراة لينال أعلى تنقيط بحصوله على 8 من 10 وتألق الزلزولي في مواجهة برشلونة وأساسونا كما تمكن من تسجيل هدف رائع في الدقيقة التاسعة والأربعون مؤكدا علو كعبه كواحد من أفضل المواهب الصاعدة في الفريق الكتالوني وشارك الزلزولي أساسيا مع برشلونة قبل أن يقدم المدرب تشافي هيرنانديز على تغييره في الدقيقة 90، تاركا مكانه للاعب فيران جوتكلا، علما أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما. وعبر النجم المغربي عن سعادته بعد إحراز هدفه الأول بقميص فريق برشلونة أمام نظيره أوساسونا، رغم أن نتيجة المباراة لم تكن كما يطمحون إليها. ونشر الزلزولي تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام كتب فيها سعيد بهدف الأول في الدوري مع برشلونة، من المؤسف أن النتيجة لم تكن تلك التي نبحث عنها، حان الوقت لمواصلة العمل، عاشت برشلونة. <applause> آدم ماسيني يتعافى من الإصابة ويعود إلى تدريبات واتفورد، عاد الدولي المغربي آدم مسين صباح أمس الإثنين لاستئناف تدريباته مع الفريق الأول لنادي واتفورد الإنجليزي. وتعافى ادم ماسين سريعا من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراه فريقه ضد تشيلسي في الدوري الانجليزي الممتاز، اذ كشفت الفحوصات الطبيه الدقيقه التي خضع لها اللاعب عدم خطوره اصابته، وتدرب ماسين مع الفريق الاول لواتفورد بشكل طبيعي ليصبح بذلك جاهزا للعوده الى الملاعب من جديد. هذه ابرز العناوين مدرب الغابون أرشح المغرب لتصدر مجموعتنا والمنافسة على اللقب في كأس أمم إفريقيا المقبلة عجل الكاف يفاجئ أن زنيتي بهذه الخطوة بعد الإقصاء في كأس العرب الكونغو تعتذر عن مواجهة الأسود قبل الكان